في الشوط الأول، حاول في الثاني ولكنه لم يفعل شيئا. الآن مع الكرة ربما يفعل شيئا في آخر لقطة. ميسي، ميسي يتقدم، ميسي يراوغ، ميسي ماذا يفعل؟ ميسي يدخل منطقة الجزاء، ميسي يسجل الهدف، ميسي يحقق الانتصار للأرجنتين في الدقيقة 91. إذا ميسي يطل ويضرب في النهاية في آخر لقطة، في آخر فرصة. ميسي يسعد الجماهير، ميسي يحقق الانتصار للأرجنتين، ميسي يرجح كفة البشريسي على سلساو، ميسي يسجل لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، ميسي يفوز رسميا على البرازيل في منتخبها الأول لأول مرة. وها هو ميسي يشكر الله، ليو ميسي من جديد يطل ويضرب من بعيد. لاحظوا هذه الانطلاقة، عجز 4 من البرازيليين عن وقف البعوضة الأرجنتينية الذهبية، عن وقف ليو ميسي الفتى الساحر الذي يبدع من جديد، الذي يتكلم على الدفاع من جديد، والذي يستحق أكيد أن يتناول ذلك البسكويت الشهير الفراخس الأرجنتيني الذي يحبه على هذا الهدف بيسراه القاتلة. يلعب كرة أرضية زاحفة تذهب بالزاوية اليسرى البعيدة عن فيكتور، ويفرح ميسي في النهاية ويفعل شيئا في النهاية كما تمنى وأراد وكما أرادت الجماهير لميسي، الذي يضع بصمته على المباراة وهي تلفظ أنفاسها.